مرحبا يا شباب، شكلي قطعت لكم اجتماعكم، ما هيك؟ بس اداني طن زيادة عن اللزوم وحبيت اتصل فيكم، حبيت تشوفوا وشي وتسمعوا صوتي. عم تشوفوا هالوش منيح؟ شايفينك جابر. من رجلي شايفيني، هلا عم تشوفوني. شو جابر؟ عرفت انه رح نلاقيك؟ فرحت حفرت لحالك بكر تتخبى فيه مثل الارنب؟ افهمت اخي، مو انتو شاطرين كتير واخدتوا مني روح اخي؟ لانا بدال هديك الروح رح احفر 10 قبول. جابر، بالنهاية لا تخاف، رح نطلع بروحك. لهيك اسمع مني ولا تعبنا زيادة، وبما انه في قبور جاهزة كمان. العنوان باشا من درس معمل طلعت لألواح الخشب القديم، على الأقل رح يكون مكان قبرك معروف. هدول القبور انتو بدكن تقرروا مين رح يندفن فيهم. إذا بتسلموني هداك اللي اسمه علي رضا بدفنه جنب أخي ويا دار ما دخلك شر، وبحمل حالي وبترك بلدكم. وإذا ما سلمتوني إياه، وقتها أخوات علي رضا مجد وأخته الحلوة أمينة، خالدة بنت حكمات، أولادكم كلهم بقتلهم واحد واحد وبدفنهم بإيدي. بدفنهم هون بهالقبور، وبضلني عم بتفرج عليكم وأنتو حزنانين عليهم. فهمانين علي؟ ما في داعي انه نضيع وقتنا هون. انا رح اعمل الشيء اللي لازم ينعمل. قبل ما نحن نقرر وقبل ما نصدر اوامرنا، انت ما فيك تعمل اي شيء. يا بضاي، هذا القرار مانو من النوع اللي بتقدر تاخده لحالك. انت مانك الا شخص بيشتغل لمصلحة المجلس وبس. وكمان تسليمك لنفسك بيعني انه كلياتنا رضخنا لطلبات جابر، وهالشي مستحيل. انا قتلت اخوه لجابر، يلي لازم اعمله اني اقتل جابر كمان. انتو ادرى مني وبتعرفوا انه هذا الشي مستحيل يصير بدون مخاطرة. علي رضا، هاي مخاطرة كبيرة وما فيها رجع بنوب. ما عنا ولا حل غير انه جابر يموت. علي رضا، لوين رايح؟ إذا أجا خبر خلينا نروح مع بعض. هدول اللي جوا ما بتأمن فيهم، أنا متأكد إنه حيسلموني لجابر بأي ثمن. لما قلت لك مع بعض ما كان قصدي عليهم، ونروح أنا وأنت بس. تتذكر وقت حضرتك حطيت خالدة بأمانتي؟ أنا هلأ كمان عم بترجعك. إذا صاروا ما رجعت، عائلتي بأمانتك. مفتاح السيارة. مفتاح فيها. إذا بتأمروني حضراتكم رح روحوا إلحقوا لعلي رضا فورا، وبمنعوا إذا اضطر الأمر، وبلاقي طرف خيط عن جابر.
ما له لزوم. اللي صار يا جماعة إنه علي رضا تصرف حسب مبادئه هو، وعمل عين العقل، ونحن بهالحالة. شو بتقترح نعمل أخي فؤاد؟ نحن مضطرين نحكي باللغة اللي بيفهمها جابر. إذا ما بيحط حد لهي المسألة، من هلأ ورايح ما رح أسمح له يتاجر بالسلاح، ولا حتى يحلم إنه أنا أبعت له رجال. مثل مجابر عنده أسلوب وطريقة ليثبت وجهة نظره، كمان نحن رح نجاوبه على وجهة نظره بأسلوبنا. معك حق فؤاد بيك، من غير رجال ومن غير سلاح لنشوف كم شهر رح يتحمل، وخاصة إذا سمع إنه معادينا. ما رح توقف القصة على أعدائه، أقرب رجاله رح يخلصوا عليه. يا جماعة، علي رضا بس مشان يربحنا ولو شوية وقت راح على الموت، مشان هيك بلا ما نضيع وقت بالحكي هلأ. جابر كيف ومين اللي رح يلاقي، هذا المهم، ما في شي غيره. كيف كان الاجتماع؟ طلعت من الاجتماع، رايح على العنوان اللي بعثت لي. مشان الله بلا حكي فاضي، جابر ما رح يخاطر ويروح لهنيك. بعرف بس انه رح ياخذوني لعنده. طيب ليك لك تعال لعندي لهون لنرسم خطة ونوصل له. ما في لا خطط ولا غيره عمي مظفر، هو هددني بإخواتي، ولهيك ما في حل قدامنا غير يا أنا موت يا هو يموت. علي رضا اهدى، ولك ابني اهدى وروقنا شوي، هالنمرة من الناس ما أنا مارقة على راسك لسه. وأنا كمان مو من الناس اللي هو بيعرفهم. خير شو في؟ علي رضا صار أوت كنترول، الولد عم يلعب لعبة خطرة، لازم نلحقه. حضر لي حالك. تمام. استعجل متين. مين انت وليش جاي لهون؟ تعب حالك على الفاضي، أنا ما بعرف وين جابر، حتى إذا بعرف ما رح يتركني عايش. هون مات أخوه، حاكيه وقول له إني عم بستناه بالمكان اللي مات فيه أخوه.